بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البديع المنيع، والصلاة والسلام على رسوله النبي الشفيع، بمن أرحب، بمن أرحب وأنا أرى كوكبة من أصحاب المعالي تضيء حفلنا وتشاركنا هذا الاحتفال البهيج البهي. أرحب بالشركاء وزير الشباب والثقافة والتواصل ونائب عمدة مراكش ووالي جهة مراكش وأسفي أن تراني أرحب بالضيوف الحاضرين من وزراء أجلاء ورئيس المستشارين، أم بسفير خادم الحرمين الشريفين ممثلاً عن سمو وزير الثقافة للمملكة العربية السعودية، أم بالسفراء الأفاضل النبلاء، أم بهذا الحضور الجميل الذي زاد بالجمال في ليلة زانها البدر بالاكتمال، وهي تتوهج بحظوة الرعاية الملكية السامرة التي يسبغها العاهل الكريم جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عام مراكش عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي. فمرحبا بكم جميعاً على الرحب والسعة من حفلنا هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تحتفل المدائن الكواكب بالمدينة القمر، اليوم تحتفل المدائن الكواكب بالمدينة القمر، مدينة العشق والسحر والرونق والإلهام والأحلام السهارة والتواشيح العذارة والتفاصيل الرطاب العجاب، مدينة حق لها أن تكون عاصمة للثقافة بامتياز، لاتساع رؤيتها ولاتساق بنيتها ولثقتنا المفرطة بأنها أهل لذلك، مدينة كدولة ودولة في مدينة، والمغرب كان اسمه مراكش. ها هي تتجلى اللحظة عاصمة للثقافة بما يفوق علامة الامتياز، ومرد ذلك لإمكانات طبيعية تاريخية قبلت التحدي فتسربلت بالثبات المتجدد، ومرده كذلك لتصالح المتناقضات على ثرى المدينة الأسطورة، فهي مدينة الفناء كما هي مدينة الحياة، هي مدينة الروح كما هي مدينة الحس، هي مدينة السفح كما هي مدينة الجبل، هي مدينة الصرامة المنتجة كما هي مدينة الضحكة المجلجلة، مدينة متصالحة مع ذاتها والآخرين، وذاك هو شرط المثاقفة الأول. يد تصافح الجنوب الأفريقي وعين تجوس خلال الشمال الأوروبي، والثرى الثري يتسع لقرطبة ولشبونة وباريس كما يتسع لثلج ماسة وكانو وتمبكتو. أنظروا من هنا إلى صومعة الكتبية، فلا أرى غير صومعة الخرالدة في إشبيلية، فأدرك حتماً أن المسافات بين المدائن الشواهد كالمهاتفات بين الأفلاك السوامق، لا تقاس بالكيلومترات ولا السنين الضوئية، بل بمعايير الاستعداد الحضاري المصاول بالفن والفكر والإبداع عبر الحقب والأمصار. وكتاب التاريخ الذهبي شاهدة صفحاته المضمخة بأريج الحكمة ونفيث الحكايات الغرائب، فعلى التراب المراكشي وضع المرابطون لبنات التأسيس، صعد بها الموحدون درجات على سلم الوضاءة والحسن، غمرها السعديون برفاههم وتفننهم ورواحتهم، وبلغ بها العلويون مذ جاءوا وحتى اليوم سدة المجد نضارة وازدهارا وازدهاء. ومنذ إذن هي المدينة الحمراء، وهي عاصمة النخيل، وهي زهرة الجنوب وحاضرة العرفان،
سبعة من الرجال أحاطوا بمجتلاها إحاطة السوار بالمعصم والقلادة بالجيد، وسموها بميسم التقوى والتواضع والكرم والتفاني ودلائل الخيرات. من بينهم خرجت جامعة القاضي عياض لتغدو بذاتها صومعة للعلم ومحجا للنجابة، وبالأمس القريب دلفت مع الإيسسكو إلى دارة القناديل فاستخرج سويا المفهوم المبتكر الجديد الدبلوماسية الحضارية، هدية للعالم على درب الرجاحة والتجديد والنبوغ، ووصلا بماضي الذكريات الحصيف. هنا وضع المعتمد بن عباد عصا التسيار بمنطق العقل والشمن، ففي أغمات القريبة من هنا قالها فبقيت: لئن أرعى ابن تاشفين خير لي من أن أعلف خنازير الفونسو. فوضع بذلك فاصلا حضاريا ذكيا بين الحقيقة والالتباس، الحقيقة الماثلة أمام أعيننا في قصر البديع وقصر الباهية والمامونية، وفي ذكرى اليعقوبين الذهبي والمنصور، وفي تقدير العاهل المحب الحسن الثاني. فحيثما التفت تبسم التاريخ الأروع في وجهك، وخاطبك الحاضر والمستقبل بلباقة. لا فرق بين من عشق الأديم أمس ومن جاءوا يعبرون عن عشقهم اليوم، فكلهم نفذ إلى عبقرية الوجود المراكشي، كلهم: الجزولي، السهيلي، الغزواني، للعويش، وفاطمة الكوش، وابن إبراهيم، وتشرشل، وروزفلت، وكريستيانو رونالدو. وإف سان لوران يضع توقيعه الوسيمة فتتسلل من عطره حدائق الماجوريل، وقد عهد الناس العطر يتسلل من الحدائق. إنه التفرد المراكشي مصطخباً في مشهد ضاج بالحيوية الثقافية، نداءات الباعة المتجولين، طرافة السقائين، حكايات الحلايقية، قاصيص الحكواتية، وسخرية اللغة المعكوسة، وإبداع التوشية في أسماء التواشى ومنغوم الدقة المراكشية، وساحة لا مثيل لسحرها اسمها ساحة الفناء. إنها عبقرية المكان المراكشي، تكشف عن وجه جديد في مجتلى عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، مجتلى يقول بأن مراكش تحمل مشعل الفكرة بمقتضيات المسؤولية الأصيلة، فتمضي مع الإيسسكو على محج رؤيتها الجديدة لبرنامج عواصم الثقافة في العالم الإسلامي، لتغدو الثقافة على امتداد عالم الإسلامي كالشمس في مطلعها، والنهر في جريانه، والبحر في اصطخابه، والغاب في تنوعه وثرائه. نقول وكلنا ثقة إن بمستطاع مراكش تحقيق ذلكم الحلم اليانع المتوثب الطرير خلال عام كامل تقترب منه الإيسسكو والرعاية الملكية المغربية السامية من مقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنثر نضال كرمه المعهود على شفوف العام كله، برامج ومشاريع وأوراش عمل ونتاجاً المعياً من الفعل النافع الناجز. فشكراً لكل من رافق الحلم معنا حتى شبع الطوق، شكراً لوزارة الثقافة لوزيرها المتقد حماساً ووعياً، وشكراً لعمدة مراكش على كل عمل خلاق أنجزته لتصبح مراكش شعلة مضيئة بالفكر والعمل، وشكراً لوالي جهة مراكش وأسفي على كل مجهود تنطق به المدينة والجهة في أبعادهما الحضارية، شكراً لكل من ترك تذكار عطره لأهل مراكش الطيبين الباسمين الأكرمين المخلصين. شكراً لكم جميعاً، ولعلي أختم بقصيدة بعنوان مراكش الأمجاد، نظمتها وأهديها لمراكش ولكل من عاش ويعيش بها أو هام بها حبا. أتيت أسأل عن أمجاد ماضيها،
أم أن حاضرها يزهو بما فيها؟ أتيت أسأل عن أمجاد ماضيها أم أن حاضرها يزهو بما فيها؟ هذه مراكش، هذه مراكش نبع الحسن زاهية، فالحسن منها تجلى في مراقيها. رأيتها من بعيد وهي فاتنة، واليوم في مهجتي بالقرب أغليها. جميلة في سطوع الشمس مشرقة، حمراء في اللون تجلوه ويجليها. أنوفة، أنوفة هي بين الكل شامخة، كأطلس العز يسقيها فيرويها. أبوابها العشرة السمراء باقية، تدني الكتائب في صمت وتؤويها. وسبعة من رجال الخير تحضنهم، كانوا حماة لها من شر عاديها. أما الفناء، أما الفناء فأساطير وأروقة أضفت جمالا فلا شيء يضاهيها. قصر البديع وكم من صولة شهدت أفناؤه، وعميد القصر راعيها. بنى مراكش لم توني وأسسها وما توانى، فكم أسدى ليحميها. بنى مراكش لم توني أسسها وما توانى، فكم أسدى ليحميها. أرسى ابن تاشفين منها خير عاصمة، يمشي به الخير في الدنيا فيحييها. وذا محمد السادس على شرفا، فمن تجليه قد أوفى تجليها. وذا محمد السادس على شرفا، فمن تجليه قد أوفى تجليها. أيا مراكش كم ذا فيك يسحرنا، فإن شدوك في الآفاق يشجيها. مراكش الخير هيا غردي فرحا، فأنت عاصمة والمجد يعليها، فأنت عاصمة والمجد يعليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا عليكم دكتور سعيد محمد على هذا القصيده.